مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي. والله مر بموقف أظن ذكرته في بعض محاضراتي، سمعته في من شابين في عقر معقل التوحيد عندما تكلمنا عن العلم وفضله وأهمية احترام العلماء والتتلمذ عليهم، قال هذان الشابان وضربت أمثلة بمشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ناصر الدين الألباني، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الشيخ صالح الفوزان، شيخنا الشيخ عبد المحسن الغنيمان، الشيخ عبد المحسن العباس، الشيخ عبد الله الغنيمان، شيخنا الشيخ ربيع، وهذا للتمثيل وليس للحصر، شيخنا الشيخ محمد أمان وغيرهم. لما ضربت أمثلة بهؤلاء قال لي والله ما نصه، ولعل بعض الإخوة كانوا معي في تلك المحاضرة، قال خرج معي شابان وعند الباب وقال أنت تريد أن نتتلمذ على هؤلاء ونترك الخروج في سبيل الله؟ هل تقول تريد أن تلزمنا بالجلوس عند هؤلاء الذين قعدوا عن الجهاد في سبيل الله؟ نحن نخرج في سبيل الله مع جماعة التبليغ والعلم يأتينا فيوضات. هكذا يقوله شابان من قلب نجد، من قلب معقل التوحيد. أترون هذا يتحمل؟ شاب صالح سيماه عليه الخير، عليه سيم الخير، مظهره فيه خير، يقول لا أنا ما أجلس عند هؤلاء الناس، أنا أخرج والعلم يأتيني في وضوء. من أين عرفوا كلمة في وضوء؟ بادية من في حياته، لا أبوه ولا جده ولا جد جدي عرف كلمة إيه؟ كلمة الفيوضات. فيوضات عرفها من محمد إلياس ومن إمام الحسن، بس من النقشبندية والشاذلية والجشتية التي تلقاها وهو ليس عنده حصيلة علمية تحميه من هذا البلاء. أعوذ بالله، والله شيء يتفطر له القلب ويندى له الجبين. نعم أيها الإخوة في الله، والله هذا حصل معي وأقسم بالله على ذلك أنه حصل، وأنا في بيتي من بيوت الله. من أين جاءت هذه اللهجة، لهجة الفيوضات؟ ها؟ من أين؟ أبوه وجده وجد جدي لا يعرفون هذه الكلمة، لكن لما ترك ينسلخ مع جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا مع هؤلاء الحزبيين ضاع وهلك.